الشيء الوديع رحمة الله عليه. هل وجدتم قصة أخي حتى الآن؟ لا حتى الآن ما أيوه. لا لقيت أي وجود. هل تم البحث؟ البحث بس ما بش أي وجود. ما جهات مختصة ما بش أي جهات المعنى ما بش أي ملاحظات إن البحث. رحمة الله عليه. الوالد وين هو؟ الوالد متوفي. الوالد متوفي، أنت كبير أخوتك أنت؟ وأخوك الثاني شمال المتوفي؟ وجه أصغر منك؟ طبعا هذا أخو المتوفي إلى اليوم لم يجدوا جثته حتى الآن. نتمنى من الجهات المختصة من الدفاع المدني والسلطة المحلية البحث عن أخي، يعني كونه قام بمهمة إنسانية عظيمة يعني وإنقاذ شخص، لكنه لقى حتفه وإلى اليوم لم يجدوا جثته. نتمنى من الجهات المختصة التعاون معه وإيجاد جثته كأقل تقدير له، وكما أيضا نتمنى من الجميع بأن يواسوا أسرته أيضا. سلام الله عليكم. كما لاحظتم الأم كيف تبكي تقول يعني أشتي جثة ابني وديع، يعني أشوفه وأدفنه بيدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا نوجه رسالة يعني باب التوضيح، طبعا وديع رحمة الله عليه يعني عنده 7 أيتام يعني أبوهم متوفي، ظروفهم المادية صعبة جدا لدرجة أنه البيت الآن كله ينزل مطر بأي لحظة يمكن يتجمع.